أزنون أزنون تنكلبينون تسعدايتي لهنا الخير تنكلبيون السنين تنكلبيون مرحبا بكم غصاد غنوقرا داري النظام تمسمون نيت الموت تمسمون في ايدي ناير اسكاس امازيغ اسكاس امبركي سعدي ارسلوا راوتيني بركه دار غصاد اسمكم ياد راوتيني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مصطفى أغاني رئيس جمعية المدن للتنمية والتكوين. أولا الشكر موصول للمنبر إعلامي عبير على تشريفنا بالحضور ديالو في هذا النشاط اللي نظمته جمعيه ايت المود للتنميه والتكوين. هذا النشاط بمناسبه ايدي النار يعني السنه الامازيغيه الجديده اللي كنتمنى من خلالها سنه امازيغيه يعني مليئه بالافراح والمسرات لجميع الامازيغ وجميع المغاربه. يعني جمعيه ايت المود للتنميه والتكوين بهذه المناسبة هذه نظمت واحد النشاط اللي هو نشاط إشعاعي بامتياز، نشاط عنده علاقة بإيدي النار بأسكاس مزيغ أسكاس الجديد ني مزيغ. من خلاله نظمت الجمعية مجموعة من الفقرات، مجموعة من الأنشطة. بدأت هذه الأنشطة وهذه الفقرات بالصبحية للتلاميذ وأطفال حي أيت المدن. استهدفنا بالخصوص يعني اطفال ايت المود وكذلك اطفال باقي الاحياء المجاوره. النشاط صراحه مر في ظروف واجواء رائعه، كانت فيه مجموعه من الانشطه اللي هي يعني انشطه ذات بعد حسي حركي رياضي. الهدف الاساسي منه هو تشجيع الاطفال وتشجيع الشباب على الرياضه وعلى الابداع وعلى 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 روح التحدي. كذلك تم في هذا النشاط هذا يعني ورشات كتعلق بورشه ديال الحناء، ورشه ديال الاقنعه، ورشه ديال الرقص. من خلال هذه الانشطه هذه حاولنا نركزوا على البعد الثقافي للموروث الثقافي الامازيغي. كما قلنا دائما الهدف الاساسي من مثل هذه الانشطه هذه ليس بالضروره هو انه نجعلوا من هذا النشاط هذا يعني نشاط نتخذوه كعباده كما قلت، بل هو عاده من العادات اللي كيتميز بها واللي كيتسم بها الامازيغ. وبالتالي ارتأت الجمعيه باش تدير هذا النشاط هذا. اختتم هذا النشاط هذا بتوزيع شوائد المشاركه وشوائد يعني وجوائز الفائزين في هذا النشاط هذا. وكما كتشوفوا معنا حاليا يعني استأنفنا النشاط ديالنا بامسيه راقيه، امسيه رائعه. السلام عليكم، معكم نادية البارودي عضوة مجلس الجماعي لأكادير. جينا اليوم باش نحتفلوا بالسنة الأمازيغية اللي سنة ديال المغاربة كاملين، والحمد لله أنها أصبحت عيد مؤدعا. بطبيعة الحال الشكر الموصول لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وسنة سعيدة لجميع الأمازيغيين. وهذه الهوية الأمازيغية كانت نقطة وكانت مطلب من الأمازيغيين، والحمد لله دابا تلبت لجميع المغاربة سواء أمازيغ أو عرب. وحنا جينا دابا باش نشاركوا هذه السنة ونشاركوا هذا الاحتفال منطقة من مناطق أكادير اللي هي سفوح الجبال، ومشاركتنا مع الجمعية اللي هي الجسر اللي ما بين الجماعة والمجلس والمواطنين.
الجمعيه تبارك الله خدامه مزيان وكي شفنا الانشطه ديالها انشطه اللي هي جمعويه تتهتم بالشباب تتهتم بالمراه تتهتم بالطفل وتحيه لهم وهذا شرف لنا اننا نشاركوا في هذا الاحتفال وكاين احتفالات اليوم ان شاء الله في ساحه الامال احتفالات دازو وتحيه طيبه لجميع الامازيغيين سقاسه مباركه يا ميلو أزنون أزنون اهلا وسهلا ومرحبا بركة ديالنا غنكون نحفظ ربي غصاد تمسمون تانيت المدن للتنميه والتكوين تسفوق لا سيدي الناير غنقول لك كل الزرام والمقر غصاد يقول المقر اللي بهرا يستهم اللي باري ولكن سنوات دوكا اللي غاس افكا قال ديالنا محمد وسديس يعني القيمه اللي قسي سكر يعني يتسنى رسميه مؤدى عنها الحمد لله رنتشكار قال ديالنا محمد وسديس اللي فكا الفرصه ديال المغاربه كل تنغنى غلان غمضال افادت حتى في النساء سيدي الناير غصاد تمسمون نيت المود للتنميه والتكوين تسفوق لحتى انت سيدي الناير الحمد لله حضر دغيد مدنا اعضاء المجلس الجماعي لمدينه اكادير في شخص السيده فاطمه امزيل الاخوان كله حضر دغيد توكنت مغارين الحي حي ايت المود بطبيعه الحال الحمد لله استفدنت غمسني الدوره التكوينيه اللي تاثر الاستاذه حسناء ايت المود الحمد لله في موضوع الاستثمار في الذات يقول المقار اللي بهريف ولكن نسيتو ربي قنوانا فدا كله تفجيج غنا نقول لك لما كنا حفظ ربي تنمير تنون بهرا يرغال الحمد لله اللقاء ديال اليوم كان لقاء زوين بزاف بزاف الحمد لله لاننا احتفلنا براسنا الامازيغيه على غرار باقي جميع الجمعيات الاخرى جمعيه المجتمع المدني اللي مهتمه بهذا المجال ديال الاحتفال وكذلك مجال الثقافي شكرا جزيلا اسكاس نونا مباركي اسكاس اسعدي.